دكتورة سهير، حضرتك برضو لك اهتمام خاص جدا بالعمارة في الفترة الخديوية، بالتحديد فترة الخديوي إسماعيل ويعني البعض بعده. لماذا؟ اشمعنى هذا التخصص؟ ولك موسوعة كبيرة في هذا الموضوع. هو الموضوع ابتدى لما كنت بعمل مع والدي في مشروع الارتقاء بالبيئة العمرانية اللي كان الهيئة، وكان مهندسا معماريا كبيرا طبعا. طبعا الدكتور زكي حواس أستاذ العمارة والتخطيط في جامعة عين شمس، وكان مكلف من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني بعمل مشروع عن وسط البلد، كان اسمها يعني بيطلق عليها اسم وسط البلد في ذلك الوقت سنة 96، وأنا كنت في الفريق بتاعه اللي بنعد هذه الدراسة العميقة، ومعانا ناس اجتماعيين وناس بتوع اقتصاد وإنشائيين، كل التخصصات كانوا في فريق العمل وأنا كنت واحدة من هذا الفريق. كنا نتمشى نتفرج على الثروة دي ويحكي لي، معين في معماريين كتير من اللي اشتغلوا في المنطقة كانوا زملاء لي أو كان يعرفهم شخصياً، فمن هنا يعني عرفت قيمة المنطقة وترددت عليها من بدري قوي، بحيث انه المنطقة دي بعد ما يعني اشتغلنا في البحث ابتديت في توازي مع هذه الدراسة ابتديت انا اعمل بقى الاهتمام بتاعي، ابتديت احس ان انا في الجينات في حاجة فيا بتميل الى الحفاظ على هذه الثروة، ابتديت افهم قيمتها، ابتديت ادرس في الطرز المعماريه، ابتديت ادرس المعماريين اللي اشتغلوا وصنعوا هذه الثروه. كل ما المعلومات بتزيد عند الواحد عن حاجه يبتدي في رابط كده بيحصل بينه وبينها، وبيقدر قوي قيمه الاثر كمان. وبعدين لما بتقري وجدت ان ما فيش في المكتبه العربيه ما يفيد عن العماره والعمران في هذه الفتره من خلال التخصص بتاعنا، يعني مفيش توثيق كافي، ومع الأسف لقيت حتى المصري اللي عمل عن هذه العمارة اللي هو دكتور محمد شرابي عمله في ألمانيا، وكان رسالة الدكتوراه بتاعته وأصدر كتاب سميك جدا عن هذه الفترة وهذه المنطقة، فده كان أحد المراجع اللي يعني أنا أعرف اللغة الألمانية وبالتالي استفدت وارتكز شغلي كله على هذا التوثيق. وكان التحدي ان الواحد يحول هذه المعلومات الى اللغه العربيه بحيث تقدري يعني تستفيدي منها للاجيال الاحدث، ان هم يقروا يدرسوا يعرفوا، تقرب لهم المعلومات دي تبقى متاحه على المستوى المحلي. طيب.